للاستاذ الكبير الاستاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير عشان نتكلم معاه شويه على بعض الامور الهامه واحنا افتقدناها في الحقيقه في حلقه الخميس الماضي. عايزين نتكلم معاه شويه عن المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي والنادي الاهلي. يا استاذ اوسي مساء الخير عليك. مساء الفل كابتن امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدين قناه الاهلي. اهلا بيك يا استاذ اوسي. يعني الكلام كتير خلال الساعات الحاليه وبعد انتهاء مباراه مصر وجزر القمر على اداء المنتخب وكيفيه علاج سلبيات هذه المرحله بالتحديد من وجهه نظرك. طبعا يعني كلنا يعني مشتاقين ومتضايقين بعد التعادل اللي حققه المنتخب النهارده مع جزر القمر، وده امتداد للاداء السيء والاداء غير الجيد للمستوى اللي شفناه في مباراة كينيا، وكان قبله نفس الاداء في مباراة ليبيريا وبوتسوانا. كنا قلنا ان بوتسوانا وليبيريا دي ماتشات ودية، لكن للاسف الودي استمر في الرد، ونفس الاخطاء ونفس الكوارث اللي كانت موجودة في الماتشات الودية استمرت في الماتشات الرسمية. فالمنتخب بلا شخصية بلا لون بلا طعم بلا شكل بلا دفاع بلا وسط بلا اقعد قول بلا دفاع. الحاجة الوحيدة اللي مش بلا هي حارس المرمى محمد الشناوي الذي انقذ المنتخب في هاتين المباراتين الرسميتين بين قسيمة محققة، وكانت تبقى فضيحة كبيرة جدا للمنتخب الاولمبي لو خسر من منتخب كينيا اللي ما تجاوزش الدور الاول في كاس الامم الافريقية في اي سنة وشارك في النهائيات 6 مرات، وجزر القمر الذي لم يصل على الاطلاق في تاريخه الى نهائيات كاس الامم الافريقية. شفنا المنتخب النهارده اداؤه محبط، يعني لا في تمرير ولا تسليم ولا تسلم ولا بناء هجمات ولا افكار متفق عليها، يعني مفيش اي حاجه بيعملها منتخب مصر الحقيقه. يعني الحقيقه منتخب يعني يجلب العار للكره المصريه يعني الحقيقه، ويقلل من هيبتك الافريقيه، يعني ما يديناش ثقه في ان احنا ممكن نعمل حاجه. هتقول انا لسه عندي صلاح هينضم، ولسه عندي رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومجموعه من الاهلي ممكن تستضاف في المجموعه مجموعه كبيره، يعني 5 6 لعيبه من منتخب الاولمبي المميز ده اللي احنا شايفينه الرجاله. حتى انا بقول يا كابتن امير لو الجهاز الفني مش ليه بصمه، طب اللعيبه ما عندهاش احساس، ما عندهاش شخصيه، ما عندهاش الرجوله والحميه اللي تدافع بيها عن الوان قميص منتخب مصر. الحقيقه انا مندهش من اللعيبه، وكمان حتى التغييرات اللي بتحصل تغييرات تحس انها عشوائيه وما تثبتش وما تثبتش، تحس ان الهدف بتاعتنا دي مش الكوره الحقيقه يعني خالص يعني. فنتيجة سيئة جدا لمصر. نتمنى في الحقيقة نتمنى الأسوأ ان البعض قال ان الجهاز الفني كان فرحان بالتعادل يعني. دي تبقى مشكلة كبيرة بصراحة، يبقى مشكلة فينا يعني احنا في الحقيقة، لكن نتمنى ان شاء الله. لأن البعض يا أستاذ أوسي خليني بس استغل الفرصة أقول لحضرتك، البعض بيفتكر ان احنا بنهاجم الكابتن حسام البدري، احنا كنا مساندين جدا للكابتن حسام البدري وهنفضل مساندين للكابتن حسام البدري وجهازه لأن هو المدير الفني لمنتخب مصر، دي ما فيهاش نقاش، لكن لازم يكون في انتقاد وانتقاد بصورة محترمة وبصورة جيدة، احنا عمرنا ما نتجاوز في أي حد، ده شيء مهم جدا. طيب احنا بننتقد أداء يا أستاذ أمير بالظبط كده، يعني البعض بيفسر بس بيفسر الكلام ده بشكل خاطئ، فدورنا ان احنا نوضح ايضا العلاج ايه للازمه دي يا استاذ اوسي من وجهه نظرك. لا العلاج هو لسه طبعا قدامه 5 6 شهور على ما يلعب ماتشات ثانيه رسميه، وقدامه تقريبا لغايه شهر اغسطس على ما يلعب مع توكو الماتشين بتاعته التصفيات اللي لازم تكسبه، واخد بالك؟ اعتقد ان المفروض الدوري هيرجع والدوري يبقى ان شاء الله عندنا كوره منتظمه، كوره عندنا مباريات منتظمه، ويتم اعطاء اختيار اللاعبين بدون النظر الى اسمائهم ولا اسماء انديتهم، يعني مش شرط، يعني مع احترامي للعيبه كتير موجوده ما ينفعش تبقى موجوده في المنتخب سواء من الاهلي او من الزمالك او محترفين، مش شرط ان لاعب اسمي يجي يلعب في منتخب مصر. اللاعب اللي هيأدي برجوله ويأدي الكفاح ويرفع العلم المصري ويأدي الدور المطلوب عليه اهلا بايا كان موجود في المكان اللي موجود فيه. فعلى جهاز الفني انه يبحث عن اللعيبه دي ويجهز اللعيبه دي، وعليه ان يستعيد محمد صلاح ليكون قادر المنتخب عليها، اكيد هيستفيد من لعيبه المنتخب الاوروبي، كل ده عناصر اكيد هتكون داعمه وقويه للمنتخب الوطني في المرحله المقبله. لكن حتى الان منتخب الوطني مع الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري يعني غير مطمن على الاطلاق ولم يحقق اي شيء. طبعا هنقعد نقول ان اي مدرب يحكم عليه بعد 5 6 ماتشات، احنا بعد 5 6 ماتشات لو هنقعد نحكم هنكون كلنا من منتخبات افريقيا، ودي تبقى حاجه كارثيه يعني. طبعا المفروض طبعا يعني ده جهاز جديد، المفروض كابتن حسام البدري حافظ اللعيبه، وده الانديه غير المنتخب يعني صح بتاخد افضل العناصر الموجوده عندك صح بدائل كثيره جدا، فالمهم ان هم يركزوا ويختاروا نوعيات كويسه طيب تقدر تحقق الهدف المطلوب للجماهير المصريه خلال المرحله المقبله يعني. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير استاذ محمد الاوسي.